Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأتحفنا بخير نبي أرسل وشرع لنا خير دين شرع وجعلنا بالقرآن خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله القائل سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين القائل صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفردهم زيد بن ثابت وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصناف أئمة الهدى من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه عندما ذكر العلم ذكر معاذ بن جبل وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة أو برتوتين أي بخطوة أو خطوتين دليل على أن معاذ بن جبل رغم أنه مات صغيرا لم يتجاوز 33 سنة ولكنه رضي الله عنه علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير فعندما تجدون حديثا بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ فاعلم أنه حديث طويل يقول يا معاذ ألو أعلمك كذا فيقول بلى يا رسول الله فيعطيه من الحديث ثم يقول يا معاذ ألو أعلمك فيعطيه أحيانا بعض الأحاديث التي هي عبارة عن مساجلة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ بن جبل عبارة عن حديث طويل جدا لأنه يعلم أنه وعاء علم
أيها الإخوة الأحبة، بعد أسبوعين تقريبا أو أقل سيدخل أولادنا المدارس والجامعات، وسندخل نحن أيضا معهم في معمعة التوصيل والمتابعة، سواء كنا آباء أو أجداد، سواء كنا في الحقل التعليمي أم في خارج الحقل التعليمي. المهم أن هؤلاء الأبناء نزرعهم الآن ونحصدهم ليس فقط في الدنيا بل في الآخرة. لذلك الذي يضع عينه على ابنه أو بنته في قضية التعليم والتعلم وتحصيل التقوى، كما قال ربنا تبارك وتعالى يبين وظيفة الرسول. ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالله تبارك وتعالى ذكر من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمهم الكتاب والحكمة. فما هي الحكمة إذا كان كلام الله أو كتاب الله هو القرآن الكريم؟ فما هي الحكمة؟ يقول الإمام مالك رضي الله عنه: الحكمة هي العلم في الدين، أو أن يتعلم لوجه الله تبارك وتعالى. فيقول، يدلل الإمام مالك على هذا فيقول: ألا ترى أن بعض الناس قد علموا من الدنيا ما علموا واستفادوا في علوم الدنيا وهم يجهلون كل شيء والعياذ بالله عن الآخرة أو عن الدين؟ وتجد أحدهم، يقصد المسلم، تجد أحدهم يعلم من الدين ما يعلم، وعندما يسأل في مسألة من مسائل الدنيا قد لا يعرف. يعني ما ضر من جهل مثلا بالستوك ماركت مثلا وهو مثلا عنده القرآن في صدره أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه وسنة النبي يطبقها ليل نهار، فما يضر هذا الأمر؟ فالحقيقة الناس يفهمون قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن هؤلاء العلماء فقط هم علماء الدين. لا، العلماء هنا المقصودون في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء هم علماء الفقه والحديث والتفسير والعقيدة وغيرها، إلى أن يكونوا أيضا علماء الماث والساينس والكيمستري والفيزيكس والكمبيوتر وكل هذه، إلا أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى. ولذلك كثير جدا من العلماء في هذه الأيام يدخلون في دين الله أفواجا. فما الذي دفعهم على أن يدخلوا في دين الإسلام؟ لأنهم قرأوا وبحثوا في علومهم، سواء البيولوجي وسواء الفيزيكس أو غيرها من العلوم، فوجدوا أن الإسلام دين الحق، لا يعطي المعلومة لأنه تنزيل من حكيم حميد إلا بالحق. فلذلك تجد علماء الأجنة غير المسلمين يدخلون في الإسلام، علماء التاريخ، علماء الفلك، وكثير من العلماء يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. فلذلك أيها الإخوة الأحبة الأكارم، الكثير منا قد يقصر في أبنائه ويجني ثمرة التقصير عندما يشب الولد ويصبح في الهاي سكول لا سلطان عليه، أو تصبح البنت قد بلغت لا سلطان لهما الأب والأم على هذه البنت. لماذا؟ لأنه لم يراعيه عند الصغر ويبين له حقيقة العلم وأهمية العلم، وأن العلم شرف في الدنيا والآخرة، وأن العلم منزلة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن أحب من الناس. في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل يوم القيامة عندما يحشر الناس أجمعين فيخص العلماء بالحديث، فيقول: أنتم العلماء، لقد أعطيتكم علمي ووثقت فيكم أن تورثوا هذا العلم، وها أنا يوم القيامة نحن اليوم أغفر لكم أجمعين. لأنه لا يمكن أبدا أن يكون مستوى العالم مع الجاهل يوم القيامة سواء، إنما يرفع الله الذين آمنوا العلماء مرتبات ومراتب يوم القيامة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول المولى سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما كان يتكلم عن الصحابة كما ذكرنا يقول: فلان متخصص في كذا، وفلان أقدرهم في كذا، وفلان عنده كذا، يبين أن العلم له منزلة، وأن العلم. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب من كأس من لبن
فأفاض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب وارتوى أفاض عليه، فقال يا رسول الله بما تفسره؟ وقد رأى في الرواية عمر، فيقول يعني التفسير أو أن هذا المنام أو الرؤية تفسيرها أن عمر رضي الله عنه يعطى من العلم الكثير، وقد كان عمر رضي الله عنه عالما كما كان عليا رضي الله عنه عالما كما كان كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت. لا يقول أحدنا أو أحد الشباب الجالسين الآن أنا ما زلت صغيرا، فقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أصغر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وهو الوحيد الذي كلف بجمع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لم يكن في كتاب من قبل أن يدخل سيدنا أبو بكر الصديق معارك المرتدين. النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وآله وسلم، والعرب قاطبة ارتدوا على دينهم إلا مكة والمدينة والطائف، فلم يرضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الدنية في دين الله عز وجل، فقال قولته المشهورة أأرضى الدنية في ديني، وجهز الجيوش، وقبلها يعني تكلم مع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم وصدى وشرح الله عز وجل صدور الصحابة إلى أن يكونوا يعني هكذا يعني يؤدون ما عليهم تجاه أركان الإسلام وهي حق الإسلام التي هي الزكاة. فقاتلوا العرب كاملا ب11 جيش، ولم يكن في المدينة من يدافع عنها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبعض الشباب وبعض النساء المجاهدات رضي الله عنهن جميعا. فرجعت الجزيرة العربية كلها بعد ذلك إلى حوض الإسلام وإلى مشرب الديني، ويعني بفضل الله عز وجل ثم بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مات في هذه المعركة الكثير من القراء والكثير من الحفظة والكثير من أصحاب العلم، فخشي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يضيع القرآن أو أن تتفلت آيات القرآن من أدمغة من يحفظها، وقد مات الكثير منهم. فعرض على سيدنا زيد قال أنت شاب وأنت عاقل وأنت كنت تحضر العرضة التي كان يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر معه سيدنا زيد حتى يراجع القرآن الكريم مع سيدنا جبريل، يعني بعد ما سيدنا جبريل يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن مع زيد بن ثابت. فزيد بن ثابت مش كمبيوتر ولا كمبيوترين ولا حتى مركز كمبيوتر كامل، ده أكبر من هذا. سيدنا زيد هذا ما شاء الله عليه من العلم، وهو لم يتجاوز 16 أو 17، فعندما جمع القرآن كان عمره 17 عاما، وهو الذي جمع القرآن في المرة الثانية أثناء عثمان رضي الله عنه. فلا نستكثر عن أنفسنا أيها الإخوة الأحبة أن يتعلم أولادنا في المدارس سواء البابليك سكول أو الشارتر سكول أو الإسلاميك سكول، وإن كنت أرغب أن يتعلم أولادنا في الإسلاميك سكول. لا يكون أحدنا دخله كذا 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 وعنده ما شاء الله من الدخول أو المرتبات أو السالري كذا كذا، ويرضى لأبنائي أن يذهبوا للبابليك سكول حتى يتعلم المثلية وحتى يتعلم الفجر والخناعة والفسوق، وتجد ناظر لا يعرف الله أصلا أو مدرس إسيست يعني يتحرك في أدمغة الطلاب، وعندك من القدر أن تعطيه أو تقذف به في مدرسة إسلامية، المدرس يكون مربي، المدرس يعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم الحلال والحرام، فهكذا يكون الإنسان فينا عنده أولوية. فأفضل شيء في هذه الدنيا يدركها المرء بعد أن يبلغ سن الرشد ويبلغ سن 40 و50 و60، يعلم أن أفضل شيء عنده في حياته أنه ربى أولاده تربية صحيحة، أنه ترك بذرة بعده، أن يترك ولدا صالحا يقول اللهم اغفر لأبي. وأقصى شيء يندم عليه الإنسان يوم القيامة ويتمنى أنه لم يولد حتى أو لم يتزوج ولم ينجب أولاد، أن يرزق بأولاد لا يعرفون الله تبارك وتعالى ولا يذكرون الله عز وجل أو لا يصلون أو لا يعرفون دينهم حق المعرفة. فأيها الإخوة، هكذا العلم الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن حوالي 700 مرة، يعني الآية التي قرأناها في البداية وعلم مرة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة اللي هي الفاونديشن الأساس للقرآن كله، بل الأساس للأمة الإسلامية على قاطبتها، فيها في بداية السورة الإشارة إلى أهمية العلم، والإشارة إلى أن آدم عليه السلام عندما بعثه الله سبحانه وتعالى بعثه وسلحه بسلاح العلم،
ولذلك يقول أحد العلماء أظنه سفيان الثوري يقول إني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير عند غيركم. الآن إحنا بنعيش هذه المشكلة، صار العلم من عندنا نحن الأمة الإسلامية وأصبح عند غيرنا، فتجد القنبلة النووية تضرب كذا وكذا، وتجد جائزة نوبل التي هو ضرب الحاجات دي كلها أصبحت جائزة نوبل، أصبحت للسلام، وأصبح العلم الآن يعني يسخر في التجسس على الناس وضرب الأمم والتفريق بين الأمم والوقوع في الأمم هنا وهناك وتصفية الحسابات بين الدول وبين المعسكرات الشرقية والغربية. أصبح العلم الآن في أيدي الفسقة وأيدي الفجرة الذين لا يعرفون للإنسانية يعني طريقا ولا يعرفون لله يعني معرفة حقيقية. لذلك العلم مع أناس لا يعرفون الله خطر، فيقول سفيان الثوري أخشى عليكم أن يخرج العلم من عندكم فيصير عند غيركم فتذلون. فتذلون العلم فعلا إذا لم يكن عند الإنسان يصير الإنسان ذليلا، ويستشعرها الإنسان منا إذا جلس في مجلس وكان معظم من في المجلس علماء وأكابر يعرفون الله تبارك وتعالى، يعرفون الآية والحديث وكذا، فهو يستشعر أنه يعني من أصاغرهم، وهي في الحقيقة هكذا. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وإنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا إخوة الموضوع يعني ليس معقد ولا فيه مشكلة كبيرة كما يظن الناس. أخ من إخوانكم هنا في ميتشيغان في منطقة فارمنتون هيلز حفظ القرآن الكريم وهو يعني مهندس ومعاه بي اتش دي في الهندسة، ولكنه كان يعني يحصل مبلغا حتى يصرف على دراسته، فيعمل سائق في الأوبر وغيره من الايه من وصلات، يعني كسواء سائق تاكسي، فكان يعني يقرأ القرآن ذهابا ورجعا، كل ما يذهب مشوار يقرأ القرآن يستمع القرآن حتى حفظ كلام الله عز وجل عن ظهر قلب. واسألوا إن شئتم إمام مسجد توحيد فارمنتون هيلز يشهد لهذا الأخ الكريم أنه حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي إحدى مشاويره يعني جاءه حادث فاستشهد رحمه الله، فمن معه الآن في القبر؟ ليست الدولارات وليست العقارات، إنما معه القرآن الكريم الآن في القبر الذي كان يتلوه. وكما قال الإمام أحمد رضي الله عنه عندما يعني يروي حديث يعني عندما يبعث الإنسان يوم القيامة يرى القرآن هكذا أمامه، يقول من أنت؟ فيقول أنا صاحبك في الدنيا، أنا الذي أضمأتك في الهواجر، أنا الذي كنت أوقظك بالليل تصلي بي، أنا وأنا وأنا، ويبدأ القرآن يتكلم وكأنه بشر. فيا أيها الإخوة الأحبة الأكارم، القضية ليست قضية سن، فوالله في بعض الناس يبدأون حفظ القرآن الكريم وعنده 60 سنة. وسيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه كان صحابيا جليلا، أسلم وعنده 60 سنة، ومات وعنده 120 سنة، وتعلم العلوم كلها بعد سن 60. فما أحد، لا أحد يقول أنا صغير، ولا أحد يقول أنا كبير، ولا أحد يقول أصلا أنا مش من مكة ولا المدينة ولا من القاهرة ولا من تعز. والله أحد الإخوة African American brother he accepted Islam، وسبحان الله سألته لماذا يعني أسلمت، قال والله يعني وكنت في ستور والأذان أذن صوته جميل أعجبني صوت الأذان، فوجدت ناس كلهم يخرجون إلى المصلى والماركت يعني أصبح يعني خاويا على رأسي، ما فيش ولا واحد من الموظفين. فقلت هذه الأمانة لا تأتي إلا من ناس يعني فيهم قيم. وسبحان الله يعني بعد ذلك يعني تعرف على القرآن الكريم، فسألته يعني ما الذي دعاك يعني للإسلام، فقال قرأت قول الحق تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكتاب يقدم نفسه أنه لا ريب فيه، فيعني آمنت بهذه الآية وصدقتها ودخلت في قلبي، ويعني أصبح الإيمان في قلبي. ثم بعد ذلك جاء ليتعلم يعني أصول اللغة العربية، ثم حفظ جزء عام على يدي، ثم بعد ذلك ترك وذهب إلى بلد عربي وحفظ القرآن كله، وثم حفظ أولاده، وأصبح هو عندما يأتي إلى ديربون منطقة ديترويت يعلم بعض أبناء العرب اللغة العربية. يعني سبحان الله، ما هذه الهمة العالية، ما هذه الهمة التي كانت عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، أو عند معاذ بن جبل رضي الله عنه، أو عند الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. سجن معظم حياته، ولما تأتي لتحصي مؤلفات ابن تيمية رحمة الله عليه تجد أنك الآن
في 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 العصر احنا فيه في الانترنت والطباعه والبرينتينج وكل ما شاء الله التقدم العلمي الهائل هذا، لا يمكن ابدا ان تتخيل ان هذا الشخص الامام احمد بن تيميه رحمه الله عليه قد الف تلك المؤلفات جميعا. لماذا؟ البركه. عندما يصل الانسان نفسه بربه تبارك وتعالى تاتي البركه. وإنما نحن الآن نشكو من عدم البركة. لماذا؟ لأننا أحيانا نكون بعيدين عن الله تبارك وتعالى. إحنا مش محتاجين اللي يصر علينا في كل وقت اتعلم أحكام التجويد. يعني هو هل يصلح الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم بدون أحكام؟ يعني الناس اللي بتفهم في الموسيقى ما بتقدرش تغني إلا ما بتعرف تاخد شهادة في الموسيقى. ويعني إذا تكلمنا عن القرآن فلا يمكن أبدا أن نقارن أي علم إلى جانب القرآن الكريم. وتعلم أحكام القرآن الكريم لا تأخذ والله أكثر من أسبوعين. هل علمتم مرة من المرات أن واحد أصبح مهندس كمبيوتر ولم يأخذ مثلا باشلر ديجري بكالوريوس في, 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 في الكمبيوتر أو دورة علمية؟ فلماذا نبخل بأوقاتنا عن العلوم التي توصلنا للآخرة والتي نعلم علم اليقين أننا سنندم عندما يعني يأتي أجلنا ويقصر عمرنا ونصبح والعياذ بالله نتمنى ألا ورجعنا. ولذلك المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما عندما يتكلم عن العلم وكأنه لابد أن يسرع به. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آية نزلت في الكلام في 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 في, في القرآن كله. ونرى دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به. الآن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عندما يذكر ألا أحد يترضى عليه، نقول رضي الله عنه. إمام أهل السنة مات وكان في عهد الإمام أحمد بن حنبل تقريبا 45 عالم أفتوا بقتله لأنه خالف الحاكم وقال كلمة الحق. حتى إن جلاده كان يتمنى أن يموت الإمام أحمد وهو يعذبه حتى يموت على الحق، لأنه وقف مع كتاب الله سبحانه وتعالى ووقف مع الحق. وإنما كان هؤلاء الشلة لهم علماء السلطان في وقته يقفون مع الباطل ويعلمون أنهم يقفون مع الباطل وهم للأسف علماء، لكن أحمد بن حنبل تميز عنهم. الآن لا يذكر أحدهم ولا نعرف أسماءهم، وإن قلبت في الكتب لا تجد لهم أثرا ولا نسبا، لكن أحمد بن حنبل ما زال موجود، ما زال له فقه. وفيه ناس اسمهم يتبعون المذهب الحنبلي أو أن المذهب الحنبلي موجود في كتب الفقه ويدرس وفي دول تتبعه ويترد عليه، كما يترد على الإمام مالك وكما يترد على الإمام أبو حنيفة كما يترد على الإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة. لماذا؟ لأنهم تركوا أثرا في قلوب الناس وتركوا العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يحبب إلينا العلم، وأن يحبب إلى أولادنا وبناتنا، وأن نكون لسنا فقط متعلمين، بل أدعو نفسي وحضراتكم أن نبث في روع أبنائنا أننا لابد أن نكون من المتفوقين. فلا يمكن للمسلم إلا أن يكون متفوقا متميزا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأمان الخائفين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الأحبة الأكارم، أوصي نفسي وحضراتكم بالإقبال على العلم وعدم التأجيل، لأن التأجيل لا يعني شيئا إلا التسويف، والتسويف ليس له أي بركة تذكر. سوف وسوف 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 ويأتي الأجل ولم نصنع شيئا. فمن الآن نوصي أبناءنا، يعني كثير من الإدارات في المدارس في ديربون وديترويت إيريا اللي احنا فيها الآن، أنا أتكلم على واقعنا، مش بنتكلم عن مصر ولا بتكلم عن تكساس ولا بتكلم عن كندا، أنا بتكلم عن ديربون ديترويت إيريا. أحد أو يعني الهيئة التعليمية في مدرسة فيها 800 طالب، معظمهم من العرب، ومعظم هؤلاء العرب من اليمن، يقولون بنعمل بيرن تيتشر كونفرنس، لقاء يجمع بين الأساتذة وأولياء الأمور لنناقش الأحوال بتاع أولادهم. يقولون لا يحضر إلا القليل. طب لما أنت مش عارف ابنك في صف كام ولا بتتبعه ولا بتسأل مدرسه، فكيف لك أن ويقولون إن بعض هؤلاء الأولاد
عندهم مشاكل سلوكية أخلاقية ينبغي أن يراعيها الأب في البيت، لأن المدرسة تربي، لكن لابد أن الأب أيضا يربي. فإذا كنت أنا وأنت يا أخي الكريم عندنا أولاد ولم نراعيهم في مسؤوليتنا تجاههم، تجاه التعليم، أنه اللي بيقذف في دماغهم ده، يعني أنا في على سبيل المثال بفتح المنهج بتاع الهيستوري بتاع الهاي سكول بتاع إحدى بناتي، الكلام ده من حوالي 10-15 سنة، أفتح المنهج لقيته كله عك، كله ضلال، كله كذب. يعني هل أنت أخي الكريم هتجد مثلا أمريكا مثلا هتتكلم عن الحرب العراقية مثلا بنظرة إسلامية، بنظرة عراقية؟ حتى هم دخلوا الحرب قالك في أسلحة تدمير شامل، وهو عارف إن مفيش أسلحة تدمير شامل، وهو متأكد إن هو داخل وكذاب وعايز ياخد البترول بلاش. فكيف تقنع الإدارة أو الناس اللي كتبوا التاريخ، كتبوا تاريخنا وبيعلمون أولادنا؟ فأولادنا بياخدوا التاريخ، ولما تيجي تكلموا عن أحد الزعماء درسوه عندهم في التاريخ في المدارس بتاعتهم، سبحان الله العظيم الأولاد مشوشين، لأنه بياخد التاريخ من واحد حاقد على الإسلام، حاقد على المسلمين، لا يعرف لله سبحانه وتعالى طريقا. فكيف يعني مثلا نحن كمسلمين لا نقرأ أبدا عن الفترة الأموية، لأن اللي كتبوها في العصر العباسي، رغم أن دول مسلمين ودول مسلمين، لكن ماذا تنتظر من الدولة العباسية أن تكتب عن الدولة الأموية؟ فنقرأ في التاريخ الإسلامي عن الدولة الأموية فقط من يعني أئمة التاريخ اللي هم يشهد لهم بالثقة ويشهد لهم بالورع، لأن كل اللي اتكتب عن الدولة الأموية في عصر، يعني أحدهم يقول يعني كان الخليفة الفلاني الفلاني يأكل خروفين في اليوم ومش عارف كم أنجر زبيب وكم، يعني أشياء لا يتخيلها العقل، عشان يصف واحد من الأمراء دولت فيجعل الصورة مشوشة عليه. فيا أخي الكريم أولادنا في خطر، أولادنا في خطر، فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأولاد بالمتابعة وبالدعاء لهم، وبأن احنا يعني نكلمهم فيما يدرسون، ونحاول أن يكونوا معهم أصحاب طيبين. فصديق السوء والعياذ بالله يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. يعني لو أن ابني أو ابنك أو بنتي أو بنتك يعني تصادف أنه مع صديق سوء، والعياذ بالله والله أحيانا يخرج به من الإسلام كاملة. إذا كانت بنت غير محجبة هتأخذ بنتك وهتشجعها على خلع الحجاب، وإذا كان ابنك هيشجعه على الحشيش والمروانة والحاجات دي كلها التي الحمد لله لا أعرفها. فأيها الإخوة الأحبة الأكارم، هذه المسؤولية نلقاها جميعا، ونبد أن نرعيها جميعا مع أولادنا وبناتنا. ندعو الله لهم بالتوفيق والسداد، نشجعهم على التفوق، نعلمهم دائما الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن خوف الله عز وجل هو رأس الأمور ورأس التقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربي أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا كن بنا رؤوفا رحيما، واجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا. اللهم يا رب لا تتوفانا إلا وأنت عنا راضي يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستقيموا تراصوا واعتدلوا واقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مؤدية يرحمكم الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله